نرحب بالسيد النقيب العام الأستاذ سامح عاشور النقيب العام ورئيس اتحاد المحامين العرب، فأهلا وسهلا به في أرض بورسعيد الباسلة في ملتقى محامين الإسكندرية. كما نرحب بالسادة الأعضاء أعضاء مجلس النقابة العامة الحاضرين وغير الحاضرين، فأهلا وسهلا بهم على أرض بورسعيد الباسلة. ورحب بالسادة الحضور السادة أعضاء مجلس نقابة بورسعيد وعلى رأسهم السيد النقيب أحمد عبد النعيم، أهلا وسهلا بهم. ورحب بالسادة شيوخ المحامين، شيوخ محامين الإسكندرية الذين بذلوا جهدهم في الحضور إلى بورسعيد لحضور هذا الملتقى، أهلا وسهلا بهم. كما أرحب بشباب ومحاميات الإسكندرية بحضورهم هذا المؤتمر. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد النقيب، تحملت على كاهلك عبء ثقيل وهو التنقية، وقد تحملته على كاهلك لوحدك، وصدرت أحكام ضدك بسبب هذه التنقية، فنحن وراءك ونحن خلفك ولن نتركك لوحدك في هذه المعركة، فأهلا وسهلا بك، وتشرف محامين الإسكندرية حضورك هذا الملتقى. وأترك لسيادتكم الكلمة. في حد وأترك لسيادتكم الكلمة. تفضل. مشكور.